على خلفية مشاركتهم في المظاهرات ضد الهيئة، الأمن العام يعتقل 8 أشخاص في مدينة بنش بريف إدلب. للمطالبة بإسقاط سلطة الأسد ورفضا لانتخابات مجلس الشعب، مظاهرة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء. أكثر من 70 منظمة حقوقية سورية تطالب تركيا بحماية اللاجئين السوريين على أراضيها. من جديد مشاهدينا الأعزاء، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا ومرحبا بكم. شن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام في مدينة بنش حملة أمنية طالت عددا من الناشطين في الحراك السلمي عقب اعتداء على مخفر المدينة تسبب بإحراق سيارة تابعة له، فيما نفى الحراك السلمي في المدينة علاقته بالأمر. التفاصيل في التقرير التالي. المكان مدينة بنش، والحدث احتجاجات شعبية غاضبة ضد هيئة تحرير الشام تطورت لمواجهات وهجوم على أحد المراكز الأمنية للهيئة. 8 أشخاص حصلت ما اعتقلتهم هيئة تحرير الشام خلال الأحداث الأخيرة وفق مصادر خاصة لحلب اليوم، فيما تشير مصادر أخرى في المدينة إن العدد زاد إلى 11 شخصا. البداية كانت في عصر يوم أمس الجمعة بعد خروج مظاهرة في مدينة بنش بريف إدلب، طالب المحتجون فيها بإسقاط زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني وأجهزته الأمنية وإخراج المعتقلين من سجونه، ليتم بعدها اعتقال الناشط أبو رعد الحمصي المعروف بهتافاته في المظاهرات ضد هيئة تحرير الشام. أما رسالتنا هي الجهاز الظلم العام للأمنيين الموجودين بصفوفهم، اتقوا الله بهذه الثورة. اعتقاد الحمصي تبعه توتر في المنطقة، حيث قام المحتجون بالتوجه لمخفر الشرطة التابع لحكومة الإنقاذ للمطالبة بإطلاق سراحه، الأمر الذي أسفر عن إطلاق نار متبادل بين مجهولين وعناصر المخفر، ما تسبب بإحراق سيارة تابعة للمخفر، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجندتها في المدينة، بحسب ما نقلت شبكة شام المحلية عن مصادر لم تسمها. الحراك الشعبي في مدينة بنش نفى من خلال بيان له عن علاقته بما يحصل في المنطقة، رافضا لأي شكل من أشكال العنف والتخريب بحق المرافق العامة، محملا المسؤولين في المنطقة عمليات الاعتقال التعسفي الذي حصل بحق الناشطين. تحاول هيئة تحرير الشام على ما يبدو إسكات من يرفض سياستها المتبعة في المنطقة من خلال الاعتقالات التي تطال ناشطين في الحراك، لكن الشارع له رأي آخر، إذ خرجت مظاهرات مسائية في كل من إدلب وتفتناز وأرمناز وكفر تخاريم ومخيمات أطمة، نددت بالاعتقالات الحاصلة بحق الناشطين ومطالبة برحيل الجولاني وحل أجهزته الأمنية. وينضم إلينا من إدلب عامر عاصي مراسل حلب اليوم، مرحبا بك عامر. بداية، ما هو الوضع الآن في مدن إدلب وريفها وخاصة مدينة بنش؟ أهلا بك يا عمر. نعم، منذ يوم البارحة تشهد المنطقة توتر كبير نتيجة المظاهرات التي حصلت من قبل القوى الأمنية المتواجدة في هذه المنطقة على المظاهرات. تم الاعتداء على مغفر من قبل المتظاهرين نتيجة ردة فعل بعد اعتقال أحد الأشخاص المهمين في المظاهرات. نعم عامر، هل شهدت المنطقة أي حملات أمنية غير التي حصلت في بنش؟ أي حملات اعتقال أو حملات اعتقال سابقة منذ فترة حملة هذه الحملة على الحراك والمظاهرات، لكن لم يكن هناك حملة إلا يوم أمس البارحة في بنش، وتم بعض في المظاهرات. طيب عامر، يعني ما هو موقف الوجهاء في المنطقة مما حصل في المدينة؟ الوجهاء في المنطقة الحقيقة يستنكرون
الاعتداء على المؤسسات الحكومية التي هي تعمل على تنظيم وضبط الأحوال والأمور داخل المدن والقرى، وهم لا غير راضين عن يعني اقتحام المغافر والمؤسسات الحكومية، فإنما هم ويشجعون العمل السلمي والمطالبة بشكل سلمي والمظاهرات بشكل سلمي، لا يريدون الوجهاء يعني المتظاهرين للمؤسسات الحكومية، وهم أيضا غير راضين عن يعني الحملة الأمنية التي حصلت والاعتقالات التي حصلت بشكل كبير لعدد كبير من المتظاهرين. نعم عامر، شكرا عامر عاصي مراسل حلب اليوم، كنت معنا من إدلب. وشمالي حلب شارك العشرات من أهالي مدينة عزاز والمهجرين إليها بمظاهرة وسط المدينة ضد محاولات التطبيع مع سلطة الأسد، حيث أكد المشاركون رفضهم افتتاح المعابر مع مناطق سيطرة الأسد، كما وجه المشاركون عدة رسائل للحكومة التركية التي تمثل الضامن للشمال السوري. هز كفك من الساحات، ما نرضى المصالحات، أخي بالنسبة للمطالب هي مطالب ثورة، مطالب 2011 يعني ما تغير شيء، مطالبنا هي إسقاط النظام. فنحن اليوم بعد 13 سنة تمام احنا نتفاجأ ببعض الأمور اللي عم تنشغل من تحت الطاولة، وهي إعادة تعويم هذا النظام والتطبيع معه وفتح المعابر. هي فتحة المعابر يعني ما راح مي خطوة أولى، إذا مرت هذه الخطوة ستعدي منها خطوات ثانية وهي التطبيع مع هذا النظام. نحن نقول لهم من كان بده أن يطبع مع النظام فليطبع معه في بلده ويفتح له سفارات، أما هنا في أرض الداخل نحن لا نصالح، أنا لا أصالح قاتل أخي. نحن نموت وما بنصالح، نحن نموت وما بنصالح، الضغط السياسي على الشعب ورفض تسليم التطبيع باشكاله كلياته وفتح المعابر اوله معبر ابو زندين، هذا اسمه تطبيع مع النظام. نحن رفض هذا الشيء عنه، السياسه التركيه حول هذا الشيء نحن نرفض بشكل تام وكامل. ثانيا حل الحكومه المؤقته والائتلاف، هذول ما يمسونا ولا يمسوا الشعب السوري في الداخل بجميع اشكاله. المطالب متعدده، اولا وقف العنصريه عن السوريين الموجودين في داخل تركيا، بالاضافه لهون مصير السوريين يقرروا السوريين بحد ذاته، طالما تركيا الاخوه الاتراك قدموا اللي عليهم لانه يكثر خيرهم، إذا بدهم يعملوا علاقة مع النظام يتصرفوا اللي من عندهم، بس ما يكونوا ضامن لمليون شهيد ونص مليون معتقل و15 مليون مهجر، ما قادرين يكونوا ضامن بعد كل هالمجازر اللي عملها فينا بشار. هذا الموضوع بده نهاية، وقف حد معين، بالإضافة للفساد المستشري في الداخل، طريقة الإدارة في الداخل، كلياتها مجموعة من الأسباب، تم التراكم تبعها حتى وصلت لمرحلة الانفجار الحالي اللي عم نعيش فيها. انتفض الشعب السوري في الشمال المحرر نصرة لما يلقاه السوريين في تركيا من عنصرية ونهب للممتلكات وتهجير قسري. من حق الشعب السوري اللجوء والعيش بكرامة أو التهجير بكرامة. انتفض الشعب السوري ليقول للعالم لا أحد وصي علينا، نحن أوصياء أمورنا، لا لفتح المعابر، لا لدخول روسيا والنظام إلى المحرر. انتفض الشعب السوري للظلم والفساد القائم في المحرر برعاية تركية. ويا وطننا ويا غالي ونحن رجال الحامية، يا وطننا ويا غالي. تجمع المئات من أهالي السويداء يوم الجمعة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للمطالبة برحيل سلطة الأسد وتطبيق القرارات الأممية وتحقيق الانتقال السياسي، وللتأكيد على رفضهم انتخابات مجلس الشعب التي ستقام في 15 من الشهر الجاري. نحن في السويداء جزء من سوريا لا نتجزأ، وبالتالي استمرار هذا الحراك هو مقتل للآخر وانتصار لنا. صحيح بأن الثورة يعني لم تنهزم ولكنها ما زالت تصارع الظروف العامة، ولكن نحن لنا أمل كبير بأن هذا الحراك أو هذه الثورة
وهذا الحراك طبعا هو امتداد للثورة. نحن اليوم بعد 325 يوم من انتفاضة ثورة الحرية والكرامة للاستمرار لثورة 2011، مستمرين بهذه الساحة، مستمرين بنضالنا، مؤكدين على مقاطعة الانتخابات وعلى هذا النظام اللا شرعي وانتخاباته اللا شرعية. كما نوجه تحية إجلال وأكبار إلى ثوار إدلب الذين انتفضوا بوجه التركي وبوجه النظام السوري وبوجه التقارب الذي سيقضي على الشعب السوري. نحن كلنا نؤكد على أننا شعب سوري واحد وأن مصيرنا واحد وهدفنا واحد. صباح الخير، صباح الحرية من ساحة الحرية وساحة الكرامة. هذه الساحة التي تعيد بنا الهمة والنشاط، تشحذ الهمم فينا، تشحذ النفوس الأبية. نحن مستمرون فيها، متجذرون، شامخون حتى يسقط هذه الطغمة الفاسدة، حتى تسقط هذه الطغمة الفاسدة ونصل إلى دولة المواطنة الحقيقية، دولة القانون والعدالة والمساواة بين الجميع، بعيدا عن الأسرية والفئوية والطائفة المقيت. أما من جهة الانتخابات المقبلة فهي ليس إلا انتخابات مجلس الدمى الذي يسمى بمجلس الشعب، للأسف التسمية على غير مسمى. احتجزت محكمة سولنا المركزية في السويد 3 سوريين في الخمسينات من العمر للاشتباه بارتكابهم انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في سوريا. وحسب وسائل إعلام سويدية فإنه ألقي القبض على 2 من المشتبه بهم في غرب السويد والثالث في منطقة ستوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع كجزء من التعاون بين المدعين السويديين والألمان واليوروبول. وفي وقت سابق أوقفت ألمانيا والسويد 8 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا خلال عام 2011. أدى قطع خدمة الإنترنت لليوم السادس على التوالي عن عدة مدن مناطق شمال سوريا إلى تضرر عدة قطاعات خدمية واقتصادية وتعليمية، وجاء ذلك عقب الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها هذه المدن ضد الممارسات العنصرية بحق اللاجئين السوريين في تركيا. عزلة عن العالم الخارجي يعيشها منذ 6 أيام آلاف المدنيين في مناطق واسعة بريف حلب الشمالي والشرقي بعد قطع تركيا خدمة الانترنت عن عشرات المدن والبلدات في مناطق عزاز والباب وجرابلس والراعي ورأس العين وتل أبيض، وذلك عقب الاحتجاجات الغاضبة التي خرج بها أهالي هذه المناطق على خلفية الاعتداءات العنصرية التي طالت عددا من اللاجئين السوريين في ولاية قيصر التركية. قطع الانترنت خاصة في منطقة عزاز سبب كثير مشاكل، عدم تواصل مع الأهل مثلا. يعني أنا هلق أنا موجودين أهلي في إدلب، أنا كطالب موجودين أهلي في إدلب، ما نون أخذين فكرة عن عزاز أنه نحن هلق عم نموت، هذا الشيء مو صاير. انقطاع النت سبب لنا كثير مشاكل، دوامنا في الجامعة مثلا، الطلعات الفوتات، نحن بدون نت ما عم نحسن نتحرك خالص. أضرار كبيرة وشلل واسع أصاب العديد من القطاعات الخدمية والاقتصادية والتعليمية، أبرزها الصحة والطوارئ والاتصالات والنقل والكهرباء والتعليم عن بعد ومكاتب الحوالة المالية، إضافة إلى الشركات والمطاعم التي تقدم خدمات توصيل الطلبات لزبائنها. نحن تضررنا كثير بشكل كبير بالفترة هاي، يعني نحن أغلب شغلنا وأغلب عملنا هو عن طريق الإنترنت، وفي عنا تطبيق، نحن عنا تطبيق بنشتغل عليه، فلذلك هو كمان عن طريق الإنترنت، فتضررنا بشكل كبير. في مؤسسات كثير بتتعامل معنا بشكل يومي، تتواصل معنا، في مستشفيات، في مرضى. بعد ما ترحلنا من تركيا كثير بشعة وكثير صعبة إجت علينا. أنا صار لي 12 سنة بتركيا يعني، وجيت لهون عرف الشمالي عزاز، يعني لا لي حدا ولا لي أهل ولا بعرف حدا ولا بعرف المنطقة. فأول شيء إنه بدي أطمن أهلي، ما حسنت للساعة الوحدة بالليل إلا لأطمنهم وبالزور بسبب الاتصال. في حلول مؤقتة للتواصل والاطمئنان على الأهل والأقارب في المدن الأخرى، يقصد المئات يوميا في مدينة عزاز بعض الأماكن والنقاط التي قد تتوفر
فيها خدمة الانترنت الفضائي أو بعض شبكات الخلوي، ورغم رداءتها لكنها سبيلهم الوحيد للتواصل مع ذويهم. رغم الأضرار التي لحقت قطاعات عديدة نتيجة غياب الانترنت عن مناطق الشمال السوري، غاب صوت الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية حيال هذه الأزمة. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. نبتة الشفلح مصدر دخل موسمي لمئات العائلات النازحة شرقية حلب. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أصدرت منظمات من المجتمع المدني السوري بياناً تطالب فيه الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها بحقوق الإنسان واللاجئين والتزامها بمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع. ودعا بيان المنظمات الذي وقعت عليه 73 منظمة سورية الدولة التركية إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية السوريين في تركيا وضمان حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم وإيجاد حلول جذرية لتخفيف معاناة السوريين ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري في تركيا. وطالبت المنظمات مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار والحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين. وتنضم إلينا من لندن الآنسة يمن حلاق، باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيدة يمن. كيف يمكن للمنظمات متابعة ما طالبت به الحكومة التركية في بيانها؟ أهلا وسهلا بك. طبعا هذا البيان بشكل أساسي هو توضيح لموقف المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني من الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا، وهو دعوة للحكومة التركية للوفاء بالتزاماتها المتمثلة بحماية اللاجئين. ما نستطيع فعله حاليا هو الاستمرار بالضغط بهذا الاتجاه، آملين أن يكون هناك استجابة من الحكومة التركية، لكن إذا أردنا أن نكون واقعيين هذه الأزمة لن يتم حلها ما لم يكن هناك تحركات جدية لمكافحة العنصرية على صعيد الخطاب السياسي في المقام الأول، قبل أن يكون هناك تحركات لمكافحة العنصرية في الشارع. نعم سيدة يمن، يعني ما هي الحلول الجذرية التي يمكن اقتراحها لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين في تركيا؟ أولاً وقبل كل شيء يجب التعامل بصرامة مع مروجي الخطابات العنصرية، لأن هذه الخطابات كانت أحد الأسباب التي أدت في النهاية إلى أعمال العنف والشغب التي شهدناها. ثانياً يجب التوقف عن الترويج للمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بملف اللاجئين، مثل أن سوريا باتت بلداً آمناً لعودتهم أو أنهم المسبب للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. أيضاً يجب أن يتم تطبيق القانون على مرتكبي الانتهاكات بالتساوي، سواء كان المعتدى عليه تركياً أم سورياً. فعندما يدرك العنصريون أنهم ليسوا فوق القانون لن ينخرطوا بأعمال قد تودي بهم بالنهاية إلى المحاكم. عدا عن ذلك، بموجب القانون الدولي الدولة تتحمل مسؤولية حماية اللاجئين الموجودين على أراضيها، وعلى الحكومة التركية أن تلتزم بمسؤولياتها تجاه اللاجئين فيما يخص حمايتهم وحماية ممتلكاتهم. طيب يعني ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في دعم مطالب اللاجئين السوريين في تركيا؟ في الواقع ما يحدث للسوريين في تركيا حاليا يتحمل أيضا عبء المجتمع الدولي كذلك. فاللاجئين في نهاية المطاف ليسوا مسؤولية دول الطوق وحدها، إنما يجب أن تتحمل كل دول العالم هذه المسؤولية. وإذا استمر التصعيد في تركيا بهذا الشكل فإن تركيا لن تعود بلدا آمنا بالنسبة للسوريين، لا سيما مع حملات الإعادة القسرية التي تتم بحقهم. وبالتالي فإن المجتمع الدولي مسؤول بموجب القانون الدولي عما يحصل لهم. ومن الأمور التي من الممكن القيام بها استقبال الاتحاد الأوروبي للمزيد من اللاجئين لتخفيف العبء عن بلدان الطوق، وأيضا إيفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المادية تجاه البلدان التي تأوي اللاجئين. نعم، أشكرك السيدة يمن حلاق، باحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من لندن. شكرا لك.
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال أكثر من 1230 شخصاً في سوريا منذ بداية العام الجاري، معظمهم على يد السلطة. بالمقابل قال نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار، قال إن سياسة بيدي تدفع الشبان في مناطق سيطرتها إلى الهجرة. ما بين انتهاكات سلطة الأسد وقسد يعيش السوريون حالة من الخوف وعدم الاستقرار تتجلى بعوامل عدة، منها انعدام الأمن والاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين في مناطق سيطرتهما. ومنذ بداية العام الجاري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال أكثر من 1236 شخصا، بينهم 56 طفلا و30 امرأة، منهم 549 شخصا على يد سلطة الأسد و347 على يد قسد. عمليات الاعتقال التي تطال المدنيين دائما ما يرافقها انتهاكات جسيمة بحقهم تصل حتى الموت تعذيبا، الأمر الذي دفع 54 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا لإدانة ما يتعرض له المعتقلون في سجون سلطة الأسد. لا يختلف الواقع الأمني في مناطق سيطرة سلطة الأسد عن مناطق قسد. نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الحكيم بشار قال إن سياسة بيدي تدفع الشبان إلى الهجرة. في الوقت ذاته أشار إلى أن وتيرة الانتهاكات والتصعيد التي تمارسه بحق أبناء المنطقة والمجلس الوطني الكردي ازدادت لأنها تخشى خطاب المجلس الذي يجد صداه في الشارع الكردي. في المقابل تعبر ألمانيا عن قلقها حيال اعتقال قسد أعضاء المجلس الوطني الكردي في القامشلي. جاء ذلك خلال تصريح مبعوثها الخاص إلى سوريا ستيفن شنيك على منصة إكس، طلب خلاله قسد باحترام وحماية الحقوق الأساسية لكل من يعبر عن مواقف وأفكار سياسة مختلفة. على مدار أكثر من عقد من الزمن تواجه القوى المتنازعة على السيطرة في سوريا وطالب السوريين بالقمع والاعتقالات محاولة إسكاتهم، لكن ذلك يزيد من إصرارهم في تحقيق مبتغاهم المتمثل بالحرية والكرامة. يعاني سكان قرية باب الله شمال غربي أريحة من ظروف معيشية صعبة بسبب تدهور حالة الطرقات في القرية. الطرقات المليئة بالحفر والصخور أصبحت مصدر قلق يومي، حيث تؤثر بشكل سلبي على سلامة التنقل وتزيد من معاناة الأهالي. حالة من المعاناة يعيشها السكان في قرية باب الله شمال غرب أريحة بسبب تدهور حالة الطرقات في القرية والمليئة بالحفر والصخور، والتي جعلت من التنقل داخل القرية أمرا شاقا وخطيرا، مما يزيد من معاناة الأهالي ويؤثر سلبا على حياتهم. بحلم حلم أنه يوم من الأيام أنه الطريق يوصل لبيتي، صلي شوفير 35 سنة غير بالمنام بحلم أنه سيارتي بالصف قدام هذا البيت، وبتمنى من الأخوة مساعدتنا لشان المعاناة الأغراض شايلين، إذا بدنا ننزل شايلين وإذا طالعين شايلين والنقل بعيد وكل شيء، بنتمنى من المسؤولين أنه يساعدونا بهذا الطريق. جران طلع على فوق على كتفنا، البراد أخيو 4-5 زلام أخيو، ننزلوا ناس يشيل ناس أخيو، الغسالة كذلك الأمر، بقى نريد المساعدة من الله منكم، الله يوفقكم. احنا انهزمنا من الظلم، نحن نريد الرحمة منكم. الطرقات المتهالكة لم تعد فقط مصدر إزعاج بل أصبحت خطرا حقيقيا على السلامة العامة. يشكو السكان من تعرض سياراتهم للأعطال المتكررة والصعوبة الكبيرة في التنقل خاصة في حالات الطوارئ، والأطفال الذين يذهبون إلى المدارس يجدون أنفسهم يوميا أمام تحديات تعيق سير حياتهم الطبيعية. نحن كمجلس محلي في قرية باب الله طالبنا كذا جهة بتصليح الطرقات في القرية. نحن مشروعنا كبير في قرية باب الله، لكن في عنا أولويات لتصليح الطرقات. في عنا طريق المدرسة صعب الوصول للمدرسة للطلاب، فبنتمنى من الجهات المختصة يساعدونا بهذا الأمر. في عنا كذا حارة، يعني الطرقات صعب كتير الوصول إليها. في ظل هذه الظروف يناشد أهالي قرية باب الله الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لإصلاح هذه الطرقات وتحسين البنية التحتية في القرية،
يطالبون بضرورة تنفيذ مشاريع صيانة عاجلة لتأمين طرق آمنة وصالحة للاستخدام، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياتهم اليومية ويخفف من معاناتهم المستمرة. معاناة يومية يعيشها سكان قرية باب الله بسبب تردي حالة الطرقات الفرعية في القرية. يواجه الأهالي صعوبات كبيرة في الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وقضاء حوائجهم اليومية. أحمد ياد، حلب اليوم، قرية باب الله. تعتمد عشرات العائلات النازحة إلى مدينة جرابلس شرقية حلب على قطاف وبيع نبتة الشفلح أو القبار، والتي يتزامن موسمها مع فصل الصيف، حيث يتم جمعها وتصديرها خارج مناطق الشمال السوري. وسط معاناة النزوح، يجد المهجرون في قطاف وبيع نبتة القبار أو الشفلاح مصدر دخل مؤقت يسد بعض احتياجاتهم. هنا على أطراف مدينة جرابلس شرقي حلب يقصد العشرات يوميا هذه الأراضي لجمع ما أمكن من هذه النبتة الشوكية. طبعا نقطف الشفلح وناخذه على البيت، نكبسه، نحط مية وملح ونبيعه للتاجر، التاجر بياخذه على المستودعات، من المستودعات يتصدر إلى برات البلد، إلى دول الخليج أو أوروبا. نبتة الشفلح هي نبتة برية، ما بتها لا اعتناء ولا أسمدة ولا أبدا، أي تطلع لحالة بقدرة رب العالمين. والنبتة الشفلح هي بمر عليها أي 3-4 أشخاص بالنهار بيحوشوا منها. طبعا إذا مر عليها شخص أو أكثر أو أكثر، نهار تنحاش وتاني نهار تنحاش. يتزامن موسم قطاف الشفلح مع موسم الصيف، ما يدفع الأهالي إلى جمعها خلال ساعات الصباح الباكر أو بعيد العصر تجنبا لأشعة الشمس المرتفعة، حيث تنتشر هذه النبتة في المناطق الجبلية والوعرة، وتتفاوت الكميات التي يتم قطافها بين شخص وآخر. يعني بالشهر الخامس يبلش الشفلح، هو حسب الجو، حسب الجو من السنة تأخر لأنه الجو ما كان بيشوب من فترة وجاي بلش، يعني يظل مدته ثلاث شهور، الثلاث شهور وبعدين يقوم يشلح الشفلح ويبس الشجر ويظل للسنة الجاية يفرع الشجر أخرى. سبحان الله، يعني الشجر هذا كله يروح يظل بس الجدل بالأرض ورد أخرى يفرع السنة الجاية، يعني مدته ثلاث شهور. يعني موسمه مثل موسم الزيتون، مثل موسم الفستق، مثل موسم، يعني عالم عايش عليه، أمم عايشة على الشفلح هذا. النبتة التي لم تكن ذات قيمة قبل عقد من الزمن باتت قبل سنوات تصدر من الشمال السوري لأسواق عالمية، حيث تأتي أهمية نبتة الشفلح لما تحتويه من مكونات فعالة تدخل في الصناعات الدوائية وبعض مستحضرات التجميل، كما تعتبر من الأعشاب الطبية وتوصف لعلاج بعض الأمراض. كما للنبتة قيمة غذائية، حيث تدخل في تحضير بعض الأطباق والأطعمة. يتوجه عدد من النحالين في مختلف مناطق الشمال السوري كل عام إلى قرية سوركا بناحية راجو في عفرين من أجل استخراج عسل السدر، حيث ينتشر السدر بكثافة بتلك المناطق، ويحتوي العسل على العديد من الفوائد، كما يستخدم كعلاج للعديد من الأمراض، الأمر الذي رفع الطلب عليه في الأسواق. فلنتابع. هنا بأقصى شمال غرب سوريا ينتشر نبات السدر بكثافة على سفوح وجبال قرية موساكو بناحية راجو في عفرين، والتي تشكل مقصدا للنحالين من مختلف مناطق الشمال السوري مع نحلهم لاستخراج عسل السدر من هنا. في مراعي بعد حبة بركة وكزبرة مع مراعي يانسون، في مراعي سدر ففي بروتيناته عالية، فقالوا هذا مفيد كتير للمرضى، بالنسبة للمرضى، فصار زبوناتنا صاروا يطلبوا مننا عسل سدر وما عنا وغالي، فاضطرينا نجي من منطقة لمنطقة آخر هون، ضيعة اسمها السوركي طابعة لناحية الراجو قريبة من حدود تركيا طبعا، فاضطرينا نجي لهون ونضرب مشاوير هيك مشان ناخذ عسل السدر. صعوبات عديدة يواجهها النحالون هنا تتمثل بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وغيرها من الصعوبات التي أثرت بشكل مباشر على النحل وانعكست على إنتاج العسل. والله السنة الصعوبات اللي صار بالنحل، أجانا 4 أيام شوب فمات النحل كتير كتير كتير،
وبعد منه الأدوية اللي منتشرة عم نشوف الضرر منه كتير. يعتبر عسل السدر من أنواع العسل الأكثر طلباً في الشمال السوري بسبب احتوائه على الكثير من الفوائد، عدا عن كونه يستخدم كعلاج للعديد من الأمراض، وهو ما يدفع النحالين لقطع مسافات بعيدة من أجل استخراجه وطرحه في الأسواق. يقول النحالون هنا بأن هذا الموسم قد شهد انخفاضاً بإنتاج العسل بالمقارنة مع السنوات السابقة بسبب العديد من الصعوبات التي بات يواجهها النحالون وسط غياب أي حلول لدعم هذا القطاع المهم في الشمال السوري. قصيل أحمد حلب، اليوم عفرين. نهاية نشرتنا لهذا اليوم مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.